خبر هام، التغذية ليها تأثير قوي جدا على الصحة واللياقة البدنية، انتوا اكيد عارفين ده. لكن الجراب ايضا ليها تأثير هام جدا في كيفية استهلاك المأكولات دي اللي بتخش جسمنا، وده اللي بيفسر ليه احيانا بعض الأنظمة الغذائية بتنفع لبعض الأفراد وآخرين لا. ميرون اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله شرح تحليل الجينات. ولو انت جديد في القناه دي مرحبا بيك في قناتي، وجودك ده يسعدني كتير. القناه دي هدفها نشر الوعي والفكر الصحي للجميع، وانا ايضا شغوف بصناعه الافلام وبرياضات اخرى مختلفه زي الفروسيه والسباحه والركض السريع. فلو عجبك المحتوى كونسيدر سبسكرايب. انا عمر سيف الدين، مدرب لياقه بدنيه معتمد ومدرب لياقه بدنيه القائمه على الجينات، ووكيل شركه جينيتك دايركشن. بوفر لك تحليل الجينات اللي يقدر يعرفك كل تفاصيل جسمك، اللي هو تحليل جينات نمط الحياه. ولو عايز تعرف اكتر عن تحليل جينات نمط الحياه، فانا كنت عملت فيديو قبل كده عن تحليل جينات نمط، عن الفرق بين انواع تحاليل الجينات. انا هسيب لك الفيديو هنا في مكان ما هنا جنب صباعي، هتلاقي الفيديو ده انا شرحت فيه الفرق بين انواع تحاليل الجينات. وهسيب لك في الديسكريبشن تحت لينك شركه جينيتك دايركشن اللي انا وكيل ليها، وكذلك موقعي وصفحتي على الفيسبوك. لو حابب انك تتواصل معايا او حابب انك تحسن من صحتك ولياقتك البدنيه، فبالتاكيد انا هقدر اساعدك في ده. يلا نبدا في موضوع النهارده، تاثير المأكولات على اجسامنا وليه احيانا في بعض الانظمه الغذائيه ما بتنفعش للجميع. هنبدا بالبروتين. بالنسبه للبروتين، فالبروتين بيسجل نتيجتين في نتائج تحليل الجينات فيما يتعلق باستجابه المأكولات اللي احنا بنحتاجها بكميات كبيره، اللي هي الماكرو نيوترينز زي البروتين والكربوهيدرات والدهون. بالنسبه للبروتين، فالاشخاص بيسجلوا نتيجتين في البروتين، النورمال والانهانسد، المتوسط والمحسن. بالنسبه للمتوسط، فاستهلاك البروتين بالنسبه له يفضل ان هو يكون الاستهلاك المرجح ليه، اللي هو طبعا مش بيقوم بمجهود قوي او عنيف، بيحتاج ان هو ياخد بروتين اكتر من النسبه الطبيعيه او النسبه المتوسطه. فبالنسبه له النسبه المتوسطه بتكون كفايه، لان استهلاك البروتين الزياده بالنسبه له مش هيأثر عليه بشكل نافع ولا هيساعده في انقاص الوزن. وبالنسبه للشخص المحسن، فاستهلاك البروتين الزياده بالنسبه له فده ممكن يساعده اكتر في انقاص الوزن وفي استهلاك البروتين ده بشكل افضل، وبالتالي يفضل ان هو يستهلك البروتين بنسبه من 25 ل 30% من اجمالي عدد السعرات الحراريه اللي بياكلها يوميا. وبالنسبه للدهون، ففي نتيجتين، المتوسط والمنخفض. بالنسبه للمتوسط، فاستهلاك الدهون بالنسبه لهذا الشخص اذا كان استهلاك عالي او متوسط او منخفض بالنسبه للسعرات الحراريه اللي بياكلها كل يوم من الدهون، فهي مش هتاثر عليه في تخزين دهون اكتر او في انقاص الوزن. بالنسبه لهذا الشخص، فاستهلاك الدهون او اكل الدهون بالنسبه له ده مش هيأثر عليه، لان بيقدر ان هو يستهلك الدهون ويستخدمها بشكل جيد. وبالنسبه للشخص المنخفض، فبيكون عنده حساسيه اكتر لاستهلاك الدهون، وبالتالي بيتم تخزين الدهون بشكل اكبر، وده الشخص اللي مش بيفضل ان هو ياكل دهون بشكل كبير في نظامه الغذائي، وده الشخص اللي مش بينفع لنظام زي الكيتو دايت او الانظمه اللي بتكون مرتفعه من الدهون، لان الدهون بتضره وخصوصا الدهون المشبعه. وبالتالي يفضل ان هو يركز اكتر على البروتينات العالية الجودة او المصادر الجيدة من البروتين وكذلك من الكربوهيدرات المعقدة، اي الكربوهيدرات اللي الجسم بيقدر ان هو يستخدمها بشكل افضل ويهضمها بشكل ابطأ ويقدر ان هو يستفيد منها بنيوترينتس اكتر او قيم غذائية اكتر من الفيتامينز والمينرالز. وبالنسبة للكربوهيدرات، فالاشخاص بيسجلوا ثلاث نتائج في استهلاك الكربوهيدرات.
في الشخص المحسن، وده الشخص ممكن ياكل لحد نسبة 65% من اجمالي السعرات الحرارية اللي بياكلها يوميا من الكربوهيدرات المعقدة، هيقدر ان هو يستهلكها بشكل جيد جدا. والشخص ده ايضا بيكون عنده زيادة في حساسية الانسولين، وده بيكون امر جيد جدا لانه بالتالي بيقدر ان هو يخلي مستويات سكر الدم في المستوى الصحي، فيقدر ان هو ياكل كربوهيدرات بشكل اكتر لان جسمه بيقدر ان هو يستخدم الكربوهيدرات دي بشكل افضل. وفي الشخص الاخر اللي هو بيكون في المستوى منخفض بالنسبة لاستهلاك الكربوهيدرات، فبالتالي الشخص ده مش بيفضل ان هو ياكل كربوهيدرات بشكل كبير، فيفضل لي ان هو ياكل بروتينات من مصادر جيدة، وكذلك ياكل اكتر من الدهون الصحية. واهم حاجة علشان الشخص يقدر ان هو ينقص الوزن في ايا كان من النتائج دي، فمهم طبعا ان هو برضو يلتزم بنظام غذائي يكون منخفض السعرات علشان يقدر ان هو ينقص من وزنه لو هو هدفه ان هو ينقص الوزن. وكذلك فيما يتعلق بنتائج الجزء ده من هذا التحليل، فبيدلنا ايضا معلومات حول استجابة الشخص للكافيين، الكوليسترول والانسولين، مما بيدلنا معلومات قيمة جدا فيما يتعلق بتشغيل الجسم وطبيعة الجسم. وبكده انا وضحت لكم بشكل مختصر ازاي الاشخاص بيقدروا ان هم يستجيبوا للمأكولات اللي احنا بنحتاجها بشكل كبير من الكربوهيدرات والبروتين والدهون. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.